عدى النهار اغنيه معبره عن الفتره اللي كانت طالعه فيها. وبعدين خد بالك ان الاستاذ الله يرحم الجميع الابنودي وعبد الحليم وبريغ برضو كانوا ثلاثي عملوا شغل كتير مع بعض. فيعني انت يعني بتسجل احداث معركه لم تنتهي بعد، يعني انت لسه الحرب شغاله والدنيا ما خلصتش لسه. ولما يجي يقول لك صباح الخير يا سينا، احنا قلنا جايين وصدقنا معنى الكلام، يعني عشان مش حافظ الكلام نفسه. وبعدين ابنك يقول لك يا بطل هات لي انتصار، ابنك يقول لك يا بطل هات لي نهار، يعني فيعني طبعا كلام الابنودي برضه، ابنك يقول لك يا بطل هات لي نهار، ابنك يقول لك يا بطل هات لي انتصار. وطول يعني بيتكلم، ممكن تجيب الكلام عشان غنوه مؤثره جدا، خدت بالحضرتك. ولذلك عبد الحليم الحقيقه الله يرحمه كان نقدر نقول المتحدث الفني باسم ثوره 23 يوليو. هو طبعا ام كلثوم وعبد الوهاب مش لوحده يعني، لكن كان مواكب لكل مراحل الكفاح الوطني للشعب المصري.